السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، معكم عبد الرحمن فريد الجعفري. أنا قاعد على وصل الدهشور في مدينة الشيخ زايد، منتظر شيء. فقاعد جنبي إيه؟ اللي هي المطبات ديت بتاعت عين القط، وشايف كميات كبيرة جدا من العربيات بتعدي وبتدوس عليها بتدوس عليها بتدوس عليها. خطر في بالي خطر في بالي ان هم لما شافوا امواج البحر عالية او عاتية حبوا يستغلوها ويستخرجوا منها الكهرباء ويستنتجوا منها الكهرباء. احنا عندنا في مصر الان بسم الله ما شاء الله شبكة طرق اكثر من رائعة داخل القاهرة فقط، فما بالكم بالمحافظات الاخرى. فما شاء الله عندنا شبكة طرق اكثر من رائعة. فجالي اقتراح او جالي تفكير ان المطبات ديت اللي هي بتاعت عين القطط ديت، ليه لو استغلت او يعني اتعملت بطريقة معينة بحيث ان هي كل مربع يكون فيه شيء معين او جهاز معين او شيء يولد كهرباء وقت ان يضغط عليه. يعني شوفوا العربيات بتعدي ازاي، اهو كتير ما شاء الله، كتير عربيات كتيرة. وشوف ده شارع واحد وده مجموعة مطبات عين قط واحدة حوالي يمكن 9 أسطر. تخيلوا لو الأسطر ديت مجهزة بأن هي كل ضغط عليها تولد كهرباء وتخزن هذه الكهرباء أو يستفاد منها. طبعا أنا بعرض الطريق الموضوع بطريقة سطحية، لكن المتخصصين لو تنبهوا لهذا الأمر وشد انتباههم هذا الأمر طبعا هيوصفوه توصيف صحيح، وهيبدأوا يفكروا فيه بطريقة صحيحة، وبعدين بكل سهولة يعني إن شاء الله يعملوه. يعني في عقول مصرية رائعة جدا وشركات جبارة ممكن تعمل الموضوع ده. شوفوا طرق القاهرة قد إيه، طرق كبيرة جدا، والقاهرة ما شاء الله على رقعة واسعة جدا. فشوفوا الحاجات ديت لو تيسر إن هي تعمل عين القطط تتعامل بآلية معينة بحيث إن هي تكون مصدر لطاقة الكهرباء، مصدر من مصادر طاقة الكهرباء. بجد شايفين العربيات قد ايه؟ يعني انتوا لو قعدتوا بس فترة طويلة ما شاء الله، يعني الصوت بس لوحده حكاية. يعني اهو شايفين وما شاء الله يعني حتى اوقات الذروة والقاهرة ما شاء الله بيكون فيها زحام وبيكون فيها كذا. فالحاجات دي اللي يعني القاهرة لا تخلو يوميا من ضغط إطارات السيارات عليها، وده شيء دائم ومستمر، والقاهرة يمكن من أكثر المدن المزدحمة. فليه ما تستغلش أرض القاهرة والأسفلت بتاع القاهرة في إنتاج الكهرباء بأي طريقة كانت؟ دي رسالتي، وأتمنى أن تلاقي رواجا لمصلحة الجميع. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.